الله كنت باقي عندكم يلا بفضل الله تعالى ثم بفضل الرجال المجاهدين الأبطال استعدنا هذه السيارة في هذا اليوم 30 واحد من الميليشيات الإنقلابية، ونقول لأحرار وحرائر الجمهورية اليمنية الاتحادية شمالا وجنوبا، ثقوا بأن النصر آت، ثقوا بأن النصر آت، فمعنوياتنا قوية وعزائمنا مرتفعة وطموحاتنا ليس لها حدود. وأقول للإنقلابيين بأن القادم الضربات القادمة ستكون أشد ألما لكم. أنا هذا صح مشط هانا نجرب شجر هذا وقدام نحن الآن في معسكر الدفاع الجوي بمدينة المخا غربي تعز. هذا المعسكر الذي سيطر عليه الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف. المئات من الغنائم، من الصواريخ، من الذخيرة، من المدفعية سيطر عليها الجيش الوطني، حيث استطاع الالتفاف على قوات الرئيس المخلوع صالح وميليشيا الحوثي وصالح من الطريق الشرقي لمدينة المخا، وسيطر على طريق تعز المخا، ومن ثم الدخول إلى هذا المعسكر. كما نرى لا زالت عشرات الصواريخ هنا متواجدة ومتمركزة على هذا المعسكر. أيضا ساند طيران التحالف القوات في الدخول إليه بعد محاصرة المعسكر. التفاصيل أكثر حول كيف دخل الجيش الوطني والتف على ميليشيا الحوثي وصالح واستطاع الدخول إلى هذا المعسكر، نأخذها من الصحفي الدوبلة جندي أحد الجنود الجيش الوطني هنا المقاومة الشعبية في مدينة المخا. يصف لنا ما حدث. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يصف لنا ما حدث. تم الالتفاف على ميليشيا الحوثي من الخط الساحلي، والتفينا عليهم في منطقة البليلي والصويلح حتى قطعنا في هذا المكان، يعني تقريبا 10 كيلو من المخا، ثم بدأنا التقدم باتجاه المدينة. سيطرنا في البداية على هذا المعسكر، ثم المحجر الإقليمي الذي تقريبا حوالي 1100 متر في 1100 متر مساحته، ثم مزارع آل سويدان، ثم محطة الوزن المحوري، وكذلك مبنى الأمن وإلى جولة النصر، وقطعنا شارع كذلك خط الحديدة. الآن المدينة مفاصل المدينة الرئيسية اللي هي الخطوط كلها بيد المقاومة الشعبية ولله الحمد، وهذا أكبر مكسب أنجزناه حتى اللحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله أولا عن النصر الذي أنجزته عن المقاومة والجيش ودحر الميليشيات وجيش المخلوع صالح من المخا والميناء بإذن الله تعالى. في هذا اليوم تم السيطرة بالكامل على المخا والميناء، وبإذن الله غادمون وسنبشر أمهاتنا والأطفال يعني والعجزة في تعز، نحن قادمون بإذن الله تعالى إلى نصرهم، بإذن الله تعالى إلى نصرهم قريبا في القريب العاجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كما سمعنا ونشكر أيضا التحالف العربي على كل يعني من التضحيات التي قدمها مادية ومعنويا مع أخوانهم في الجنوب والشمال، وبإذن الله تعالى منتصرون منتصرون منتصرون. كما
سمعنا مشاهدينا الكرام المعارك هنا تدور بشكل عنيف، الجيش الوطني يحاول التقدم والسيطرة على ما تبقى من المداخل الجنوبية لمدينة المخا، أيضا للميناء. المدرعات وآلية العسكرية التابعة للتحالف العربي الآن تحاول التقدم باتجاه مداخل المدينة الشرقية.